وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح سعادة السيد رضا فرج عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أوضح أبرز المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022. هناك ثلاثة مبادئ أساسية. هي أولا الحكومة قامت بترشيد الإنفاق من جانبها خاصة في المصروفات والنفقات التشغيلية بقدر الإمكان. ثانيا كان والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا. وثالث هدف أو ثالث مبدأ أساسي كان استمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هاي الثلاث الركائز الأساسية للميزانية، فأهداف الميزانية كانت الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي. الأوضاع الاقتصادية اللي مرينا بيها والأوضاع الاقتصادية المتوقعة لأن جائحة الكورونا إلى الآن جاثمة على صدورنا على ما يقولون، فالحكومة عدت الميزانية وميزانية على أسس علمية صحيحة مثل ما تفضل الأخ خالد الوسطي قال على الميزانية مبنية على أساس إعداد الميزانية الصفرية. الميزانية الصفرية معناته كل مبلغ تحطه في الميزانية لازم تعرف بالتأكيد الهدف وهل هذا محتاج له أو غير محتاج له.